أما هلأ رح نروح لفقرة بتهم كل حدا فينا. دائماً العيد يعني بيحمل طاقة حلوة، بنرجع دائماً نحنا منقول منحاول إنه نخلق ولو مساحة من الفرح بقلوبنا لنقدر نعيش هاي الأجواء حتى لو ما عشناها بالشكل الصح مثل الماضي، ولكن دائماً منقول يا هايدي إنه منحاول إنه نحس بطقوس العيد، نحس بالإنسان، بنحس بالطرف الآخر، علاقتنا مع رب العالمين بتفاصيل كتير صغيرة. فاليوم نحنا بحاجة هيك لطاقة إيجابية حلوة. أكيد كلياتنا بحاجة لهي الطاقة، لهيك خلينا اليوم نستغل هيدا العيد والأيام المباركة لحتى يكون عيد للتجديد، بداية جديدة بحياتنا، نتخلص من كل العادات السيئة وأكيد نتطلع دائما للأفضل. اليوم أكيد أي بيت فيه مشاكل أو أي حدا فينا بيعاني من ضغوط أو هموم بحياته، ولكن لازم دائما نحس بفرحة العيد ونخلي طاقتنا عالية وتكون إيجابية دائما لنكمل بالحياة. رح نعرف تفاصيل أكثر مشاهدينا كيف تكون طاقتنا عالية أكثر بالعيد. معنا لليوم غالية بغدادي خبيرة الطاقة. صباح الخير. يسعد لي صباحك. العام وانت بألف خير. وانت بألف خير. صباح الخير. نعد عليك حبيبتي. عيدتي أكيد يعني طاقة حلوة. أكيد الحمد لله. أكيد دائما أنتم بتشجعوا أنه نحن نخلق هاي الطاقة حتى لو طبعاً. ما كانت موجودة، حتى لو كانت ظروف اليوم كتير صعبة، أنه نحن مو ذنب أطفالنا اللي بالبيت، مفروض نحن نعمل أي شيء كرمالهم، صح؟ تماما أكيد، لأنك أنت بتخلق السعادة. يعني لو كان محيط أو المعطيات اللي حواليك شوي سلبية، بس أنت قادرة تخلقي سعادة لو بشيء بسيط. طيب خلينا نروح للخصوصية اللي بتحمل أيام عيد الأضحى المبارك. يعني أكيد في شيء خاص لكل حدا فينا بالعيد، يعني دائما بيعيش رواته وبيستذكره دائما. تماما. هلأ على طول أنا بحس عيد الأضحى بالذات هو من الأعياد الروحانية كتير، يعني بتحسي في طاقة روحانية جدا عالية، بتحسي من يوم وقفة العيد بتحسي في طاقات هيك روحانية كتير عالية بتجي على بيتك، على طاقتك أنت بشكل عام، بتحسي في نوع من الهدوء، من السكينة بتجي عليك نوعا ما. فأنا بحسه من الأعياد اللي فيها كتير روحانية، وبحس فيها كتير بيصير تسامح. يعني ما بعرف، أنا بحس هذا العيد بالذات بحسه فرص أحيانا للناس اللي في مشاكل، اللي ما عم تحكي مع بعضها، فرصة أنه هن يحكوا مع بعض، أو هن فرصة أنه يكون في مجال للصلح أو للمصالحات، للمحبة، للألفة. يعني من الأعياد اللي نوعا ما بتعرفي أنت أعياد مباركة. أكيد يعني نحن يمكن دائما قبل الأعياد أو المناسبات الدينية بتلاقينا يمكن تعبانين، مارين بظروف صعبة، بيجي العيد بتلاقينا نحن بلا شعور صارت طاقتنا أفضل. خلينا نعرف منك اليوم كيف نحن نستثمر هي الطاقة بشكل إيجابي بحياتنا. تماما. هلأ أكيد العيد فرحة، يعني سبحان الله مجرد ما أنها كلمة عيد هي هيك إلى زبزبات كونية، فأنت بتحسي حالك تلقائي عم يعني فرحانة، بس هي المعطيات اللي اختلفت. كيف اختلفت؟ كان من زمان عطول نحن منقول العيد قبل أحلى، من زمان كان أحلى. هلأ العيد من زمان كان عن جد إله بهجة، لأنه نحن من زمان كنا كل شيء نأجله للعيد. يعني بدنا نروح مشوار نقول للعيد، حتى تياب كانت ما يشتروا من زمان الأهل إلا بالعيد. فالأكلات الحلوة أو الأكلات الهيك الدسمة أو شيء كان على طول يأجدوها يقولوا لك للعيد، فبتحسي كان العيد كتير له بهجة. بوقتنا هذا صار كل شيء متاح، يعني صرت وقت بدك شيء بتشتري، وقت إذا كان مثلا في سيولة بدك تروحي مكان بتروحي، ما عاد استنيتي بس ليجي العيد. فلهيك هذا النوع يعني أو هي القصص اللي صارت نزلت شوي من فرحة العيد أو من بهجة العيد. لهيك نحن منقول ما في بهجة للعيد. ليش ما في بهجة؟ لأنه نحن صار كل شيء متاح قدامنا، صرتي عم تقدر تعملي كل شيء، ما في شيء مأجلتي للعيد. صح يعني في اختلافات مثلا بموضوع المعيشة أو هيك، بس رغم كل هذا أنت وقت عم يكون فيه عم تعملي أي شيء بدك إياه، فما عاد أجلنا للعيد. بس أنا كيف استغل طاقة العيد أو كيف أنا أرفع من طاقتي بالعيد؟ إنك أنت يكون عندك نوع من التقبل بكل شيء عم بيصير. يعني نحن أحيانا بنربط الأعياد أو بنربط القصص بشكل عام بالشيء المادي، هذا أكيد صحيح إنه بدنا نجيب بدنا نعمل، بس نحن قادرين نبسط حالنا بشغلات بسيطة، يعني بشغلات ممكن كتير هيك. يعني العيد مو بس مثل ما نعم نشوف على السوشيال ميديا إنه المواعيد والأكل والقصص وهيك، لا هذا نوعا شيء مكلف، ونحن كمجتمع عم نلاقي هذا الشيء جدا مكلف، مو الكل قدران. فصاروا العالم عم بيربطوا إنه أنا إذا ما في هيك معناته أنا مالي معيد، أنا إذا مو هيك عيدي أنا ماني مبسوط. عم يقارن اليوم. تماما. حتى منشوف كتير يعني على وسائل السوشيال ميديا كتير من الكذبات يعني بتنزل، مثل انه باماكن وبقصص وبحكايات. طب نحن مو كل شيء بنشوفه لازم نصدقه، خصوصا على الانستغرام. تماما. تماما. يعني نحن مو كل شيء
بنشوفه يعني مو هيك الناس عن جد عايشه. يعني هي انا بحسها احيانا هي كذبه، يعني بيكونوا عم بيطلعوا بمكان مارقين مرقه الطريق عم بيتصوروا انه شوفوا وين احنا، وهن ما حد بيعطي طاقه. هلا هذا الشيء بيعطي طاقه اكيد بيعطي طاقه سلبيه للناس اللي ما انا قدرانه تجيب. فالناس اللي عم بتروح انا بتمنى انه ما تصور تنزل، يكون شوي عنا احساس بالاخر، يعني هو يكون عنا شويه رحمه بالناس اللي ما عم تقدر، وما نربط العيد على طول بالشيء لانه انا لازم يكون عندي كل شيء والعيد هو بس لنجيب اغلى انواع الحلو ونتفاخر. لا، نحن يمكن بشغلات بسيطه، المهم نحن الزيارات صله الرحم، انا بلاقي هذا الشيء المهم قادرين يعني نوعا ما نفرح حالنا باشياء بسيطه. صحيح يا غاليه، اليوم الناس تعبانه، يعني اليوم اذا بدنا ننزل على الارض الواقع اليوم الناس تعبانه وتعبانه كثير. يعني اليوم الظروف الاقتصاديه اثرت بشكل كثير كبير انه نحن ما نقدر نعيش هي الفرحه من قلوبنا، بالاضافه لليوم السنوات اللي مرقت اللي اخذت تغوالي كثير بحياتنا بقي في غصه يعني. ولكن نحن دائما بنقول انه بدنا نحاول كرمال اطفالنا، كرمال انه نحن نقدر نبلش من جديد. اليوم صارت موضه انه نحن انا اليوم ببعث لك مسج وما بعرف اذا وصلك او شفتيه اصلا، يعني انك لا عم تشوف خير نعد عليكي، شفتي ما شفتي حسيتي فيني انه انا عن جد عم بتمنى الخير، ما بعرف. ما عاد شفنا هدول الزيارات، ما عاد شفنا هدول صلة الرحم، حتى الاطفال اليوم ما بيعرفوا شو يعني زيارات، شو يعني سفر، شو يعني لمه العيد باول نهار العيد. اليوم نحن كيف قادرين ايضا نرجع هيك نرجع هي القصص ولو شيء بسيط يعني. تماما، نحن كل شيء اختصرنا حياتنا على الموبايل، يعني اذا بدنا نعايد، اذا بدنا نشوف مريض مثلا تماما، كل شيء صار على الموبايل. بنبعث كلمتين ومثل ما حكيتي حضرتك انه شاف ما شاف انا عملت اللي علي، يعني حتى اذا لامني تعال شوف انا بعثت لك. يعني الحياه صارت عباره عن موبايل او سوشيال ميديا وعايشين من وراء، وانا بقول كذبه وبقول قطع لصله الرحم، لانه مو هيك الحياه. يعني انا احسن ما اكتب فيني قادره اتصل تليفون، قادرة أقول كيفك، يعني أنت بس تسمعي الصوت ممكن قد ما كان فيكي في مشاكل بينك وبين الشخص تنزل القصة، قد ما كان فيكي في عندك تراكمات بحكاية فيكي أنت تنزيها من الصوت بس، أنت لما بتحكي معه لما بتقلي له كيفك. نحن كتير يعني اختصرنا قصص بهالحياة، اختصرنا كتير مواقف صلة رحم، صرنا يعني كتير شغلات أي شيء بدنا نعمله على الموبايل. لا، نحن لازم نرجع لعاداتنا القديمة عن جد، نرجع نطلع، نرجع نشوف، يعني يكون في صلة رحم ناخذ. لو إذا أنا ماني قادر قد ما كان علم ابني، يعني علم ابني صلة الرحم إني أنا لا بدي آخذه، شوف عمتك، شوف خالتك، هي ستك، يعني قدر المستطاع ولو بشغلات بسيطة. وأنا مع فكرة العيدية لو بمبلغ بسيط للولد، لأنه هو عن جد كثير بينبسط فيها إنه تيتي عطتني، يعني حتى بصير بحب العيد. يعني كثير نحن بنسمع من الأولاد إنه العيد هلا عيديه، يعني فنرجع لهي تماما، فنرجع لهي العادات لانه الولد بينبسط، حتى نحن كبار يمكن بننبسط وبتلاقي اكيد تماما يعني بننبسط تماما، فما بالك يعني اذا ولد. فنرجع لهي العادات، نعلم اولادنا الشيء اللي ضلينا فتره يمكن محرومين نحن ككبار منه. فهذا الجيل لا، لازم نرجع نرد نجدد طاقة العيد، نعرفهم، نشوف، نورجون التسامح، نورجون كيف عم نساعد الناس، حتى إذا في مشكلة نحاول نحلها. مثلا أخ ما عم يحكي مع أخو، لا أنا برجع بحاكي بالعيد، برجع بعلم ابني حتى أني كيف تكون هاي الطاقة، طاقة خير ومحبة وسلام يعني. فهي شغلة كتير مهمة أنه نحن نرجع نعلمها لأولادنا، هاي طاقة الخير والمحبة والسلام. ويمكن هاي المشاعر الروحية شهدناها خلال اليومين يلي مضوا، مئات الآلاف من الضيوف الرحمن يلي عم يحجوا ببيت الله الحرام، اليوم هنو مخلصين بالدعاء، يمكن مقدمين على بداية جديدة، هنون قريبين من رب العالمين. قدي هذا الشيء اليوم بيعطيك كمان طاقة انك تقربي اكثر من رب العالمين، انك تطلبي منه تبعدي دايما عن اي شيء سلبي بالحياة، عن اي طاقة سلبية ممكن تأثر على حياتك. تماما، شوفي نحن لو ما عندنا هذا الإيمان واليقين برب العالمين كنتي ما شفتينا مستمرين لسه، وعنا هي الطاقة اللي عم نقدر نستمر فيها، لأنه على طول هي الطاقة منين عم نجيبها؟ يعني بتحسي أحيانا كل المحيط اللي حواليك سلبي، كل المعطيات سلبية، طب أنت منين عم تجيكي هي هذا الضوء لقلبك اللي عم يخليكي لك أنه لا أنت خليكي مستمرة؟ هذا الإيمان برب العالمين واليقين أنه لا في شيء أحلى عم بيستناني، هذا الشيء الوحيد أنا بتوقع اللي بيخلينا نستمر بالحياة وبيضل عم بيعطينا طاقة لنا ولأولادنا. حتى يعني بتحسي للحظة أنك أنت خلص، يعني بتقولي خلص ما عاد في شيء، بتعدي
ما بتلاقي حالك غير في شيء من جوا حدا حكاك قال لك لا ارجعي قومي لانه في شيء عن جد عم يستناك احلى. طب هذا الشيء منين بيجي؟ بيجي من رب العالمين وهي الطاقه او الايمان اللي نحن مآمنين فيه انه لا لسه في شيء. فالايمان واليقين برب العالمين وطاقه الشكر انه على طول انا يكون عندي الشكر والامتنان على كل شيء موجود، يعني ما ضل عم بتطلع على الشيء المفقود، ما ضل عم بتطلع انه ليك جاب وليك عمل وليك انا ما عم بقدر، لا يضل عندي طاقه الشكر والامتنان لان هي بتعلي الطاقة الروحية عندي وعن جد بتصير عندك وفرة. يعني أنت لما بتضلي عم تقولي الحمد لله، لا الحمد لله أنا منيحة وفي خير وفي بركة وفي، بتحسي أنت عم تجذبي لإلك هذا الشيء. بس لما أنا بدي ضل عم نقبل إشياء سلبية، أنا ما عندي، أنا ما جبت، أنا ما عم بقدر ساوي، هون أنت عكستي القصص كلها، عن جد صارت طاقتك جدا سلبية وما فيك مالك قادرة تتحركي أساسا. طيب اليوم غالية حضرتك خبيرة طاقة، دائما طاقة إيجابية أنا بقول عنها وأيضا خبيرة بعلم الألوان. اليوم وقت منقول عيد عم نحكي عن الألوان الفرايحية اللي دائما بتشوفيها عاجقة بوجهات المحلات، يعني الألوان الزاهية اللي بتلبق للعيد، ولكن هيك إذا كعلم نحن اليوم شو بتحسي إنه أكثر الألوان إنه بتكون مناسبة بهدول الأيام؟ هلا بهدول الايام وبهذا الجو بالذات الشيء الفضفاض انا بلاقي، والالوان لا تماما والالوان الصيفيه الفاتحه، يعني بحس انه هدول الالوان والشيء القطن، يعني كل ما انت لبستي هيك بتحسي حالك انت مرتاحه اكثر ومتلائمه مع الجو بشكل عام. اما انت لما عم تلبسي كثير ضيق، لما عم تلبسي كثير شيء غامق مثلا، خصوصي الالوان الزيتي والخمري وهدول الالوان اللي كثير غامقه، شو بيقولوا هذا الارميدي الغامق، بتحسي بيعطيكي طاقه يعني حراره كثير، بتحسي حالك عم تشوي لانه من الالوان الدافيه. فهدول الالوان بتحسي حالك انت صار مجرد ما انت لابسه شيء مو مريح انت تعكرتي على فكره، يعني ان كان تماما. وين ما رحتي وين ما كنتي قاعده اذا مالك مرتاحه بلبسك لا تتوقعي انك تكوني مبسوطه بالمكان، بتحسي حالك ما بتصدقي على البيت تصلي لتغيري. فكتير مهم انه نحن نلاقي بهذا الوقت نختار ثيابنا اللي هي تكون قطن، الالوان اللي هي مايله اللي بتعطيكي بروده. شو الالوان البارده عندنا؟ مثلا البيج، الموف الفاتح، الاصفر الفاتح، الزهري، هدول الألوان الصيفية الفاتحة، الأزرق بتدرجاته، الأخضر بتدرجاته، دول اللي بيعطونا عن جد حتى راحة نفسية بفصل الصيف، لأنه الألوان كتير بتعكس على شخصيتنا. وللأطفال اللي عندهم فرط حركة اللي بنحسهم عطول كتير هيك ضايجين، وخصوصي بتقلك الأم بالعيد كتير عزبني أو كتير ورش، ما نلبسه، ما نروح للألوان الأحمر والفوشي والأورانج، هدول الألوان اللي طاقة كتير قوية، طاقته النارية نحن منقول، فبيصير الطفل كتير ضايج. نروح له للألوان الهادية مثل ما حكيت، السماوي، الأخضر الفاتح، الموف الفاتح، هدول اللي بيعطوه شوي نوعا ما هدوء. يعني في ألوان كتير ضايجة، كمان ارتفاع درجة الحرارة بتأثر تماما، بتضوج حتى، تماما بتضوج كثير، عم تحسي حالك انت ضايجه واولادك ضايجه ما بتعرفي شو عم يصير. يعني تفاصيل كثير صغيره اليوم بتاثر على حياتنا، ويمكن كثير منا ما بيعرف انه هذا الشيء فعلا بياثر، انه الالوان بتاثر، انه الثياب اللي بنلبسه ممكن تاثر على نفسياتنا. غاليه خلينا نحكي اليوم، عم نركز على اهميه التواصل مع الاخرين خلال ايام العيد، نحكي عن اهميه هذا التواصل الاجتماعي على ارض الواقع بعيد عن التواصل الافتراضي. تماما. هلا صاروا الناس بيحسبوا حساب الزياره، يعني انا هلا اذا بدي اروح، او حتى الناس اللي بده يجي ضيوف صارت بتحسب حساب انه انا جاييني ضيف، فصار انا بدي تكلفه ماديه، بدي ضيافه، بدي قصص، يعني وصاروا بيخافوا انه يقدموا اي شيء ينحكى عليهم. فشوفي لوين راح تفكيرنا نحن اليوم. الناس معذوره تماما. هلا الناس يعني، الناس اكيد معذوره وكل حدا له عذر، بس نحن نقدر مشاعر بعض، نقدر امور بعض. يعني انا يمكن روح لعند رفيقتي، لعند اختي، يمكن فنجان قهوه بكفي، هو المهم صلة الرحم، انه نحن كيف نقعد، مو بالضرورة انا اكون بدي حط شغلات واقدم ومد واحمل حالي فوق طاقتي لورجي الناس شو انا عم اقدم. يعني هذا الموضوع انا بحسه كثير صار عبء على الناس، صرتي تخافي اذا بده يجيكي ضيف، تخافي انا كيف بدي اقوم بواجبه، خاصة اذا كنتي متعودي على نمط حياة وتغيرت هي الحياة، فبتحسي بالاحراج ويمكن دائما حتى لو بينك وبين نفسك. يعني تماما. بس هذا الموضوع انا بلاقيه عند الضيف، هو اللي بيعطيكي هي، لما بيكون هو بيعطيك هي المساحه الحلوه من دخوله لبيتك، انا تماما اني انا كثير بيتك مريح، انا كثير مرتاح عندك، من حديث من قصه، يعني مو بالضروره انه نحن نفرد ونعمل، لا لا، يمكن بشغلات بسيطه. المهم بالعيد هي الجمعه،
اللمة، صلة الرحم، أما شو قدمنا شو ضيفنا، هاي صارت شغلات يعني ما بينحكى فيها، لأنه في شيء يمكن عندك في شيء أهم، في شيء أبدأ. يعني أنا يمكن أعمل شيء لابني أهم ما أنا أجيب مثلا حلو مبلغ كتير كبير بشان الضيوف. انتبه لهي النقطة، يعني كتير منلاقي نحنا بيجيبوا للضيوف هن ما لهم قادرين يأكلوا منه، بس إنه للضيف، فهذا الشيء كتير صعب يعني. فأنت خلاص أنت لا، في عندك شغلات أبدأ. أنا بلاقي يعني المهم أنت تكوني متصالحة مع حالك، أنا هيك وهذا وضعي وأنا مبسوطة، اللي حب على هذا الوضع أهلا وسهلا، اللي ما حب لا يزورني. يعني ما خلي شيء يزعجني بالحياة أو يكسرني، أنا هيك. أكيد غالية، مثل ما ذكرتي اليوم أهم شيء الواحد يكون متصالح مع ذاته، ودائما نحن نقدر ظروف بعضنا، وخاصة ضمن الظروف اللي عم نعيشها اليوم. يعني هي خلينا نقول ما حدا مستثنى اليوم من الظرف يعني، ولكن بنسبة أكيد عند كل شخص فينا. إن شاء الله هيك يومك حلو يا غالية، وينعاد عليك مرة ثانية. أهلا وسهلا بك حبيبتي. شكرا لك غالية البغدادي خبيرة الطاقة، ولكل الكلام يلي كله طاقة يلي قدمتي لليوم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك.